السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القطعة دي بالظبط 70 فدان. دي بقى الأرض البكر اللي عايز يبدأ يشتغل هو وإيه ويأسس. بس هيستلمها بميتها، يعني هيستلمها فيها مية. بس هو بقى يعمل شوية شغل فيها ويصلح وإيه ويزرع على طول. تربة بسم الله ما شاء الله عليه. ب 16 كيلو من الدولي، بس من طريق الدولي 16 كيلو بالظبط تبقى في قلب الأرض. حواليك زراعة بسم الله ما شاء الله عليه. والارض على قناه 44 ورق 10 10 و ايه تاني يا ربي اللي هو الفاضي اللي عايز ياسس. بس والماء شغال، يلا وربنا يوفق الجميع يا رب.